وللتعليق على ذلك ينضم إلينا من بغداد الأكاديمي والباحث السياسي السيد مؤيد العلي. أهلا بك مجددا سيد مؤيد على شاشة اليوم. أهلا بكم سيدتي الكريمة، تحية لكم ولكادر ومشاهدي قناة اليوم. أهلا بك. أبدأ معك من بعد عملية الاستفتاء، التطورات وأحداث كركوك الأخيرة والحصار على إقليم كردستان ومؤخرا إقرار الموازنة على غير ما يرغب الكرد، هل كل ما تقدم سيجعل أو العلاقة بين كل من القوى الكردية والشيعية في حالة موت سريري إن صح التعبير؟ تسمعنا سيد مؤيد؟ سيد مؤيد؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيد مؤيد الأكاديمي والباحث السياسي من بغداد. دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني إلى توحيد القوى الكردية المختلفة ردا على الموازنة التي أقرها البرلمان العراقي وتنديدا بخفض حصة إقليم كردستان من 17 إلى 12% من الموازنة الاتحادية للعام 2018. وقال برزاني لوسائل الإعلام: ما حصل باسم إقرار الموازنة خرق واضح لمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن ومبادئ الدستور، واضطهاد مخطط له ضد شعب كردستان. كما أضاف: أن الأوان لأن نجتمع أو تجتمع الأطراف الكردستانية لاتخاذ قرار مشترك ردا على خطوة مجلس النواب. إلى ذلك وصف الخروج عن مبدأ التوافق بالتطور الخطير، مؤكدا أن الحصة المحددة لإقليم كردستان ضئيلة جدا ولا تؤمن رواتب موظفي كردستان. وختم قائلا: نحن ملتزمون بالشراكة، لكن إقرار الموازنة يظهر عدم التزام بغداد بها وعدم الاكتراث بمصالح شعب كردستان.